بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من خمسه لصحتك. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد اضحى مبارك، اعاده الله علينا بالخير والمن والبركات. زي ما وعدتكم الموسم الجديد هيبقى مختلف. النهارده الحلقه هنتكلم فيها عن الشعر، مشاكل الشعر اللي بتخص الستات والرجاله، الصلع الوراثي، تساقط الشعر، الانيميا اللي بتعمل تساقط، حلهم في روشتة هتعرفوها لما تكملوا الحلقه للاخر. مهم جدا انك تعمل لايك، ولو بتشوفني لاول مره تعمل اشتراك وتفعل الجرس، هيوصلك اشعار باي فيديو جديد احنا بننزله. مشكله شائعه عند الستات وعند الرجاله هي تساقط الشعر، الشعر الجاف، الشعر الخشن، الشعر اللي بيقصف. كل ده حل في الروشتة دي. اول حاجة الشخص اللي عنده تساقط او الست اللي عندها تساقط، مشكلتها الاساسية هي في الاكل، عندها سوء تغذية وده مأثر على شعرها. يبقى تظبط اكلها، ده هيفيد صحتها وهيفيد شعرها. او بتستخدم وبتشتغل بحاجات غلط على شعرها، نوع شامبو غلط، بتصبغ، بتفرد، بتعمل حاجات غلط، ده بيأثر على شعرها. يبقى نظبط الاكل رقم واحد، ولو بنعمل حاجة غلط مع الشعر نبطل الحاجة دي. طيب ايه بقى العلاج؟ انت بتقول ان في روشتة متكاملة. في روشتة متكاملة. هنبدأ بالهيرتونيك. هيرتونيك كبسولات، دي كبسولة فيها كل الفيتامينز اللازمة للشعر عشان ما تتساقطش وعشان تبقى اطول وامتن. بنستخدمها مرتين في اليوم، ملاش دعوة بالاكل، يعني ممكن تاخدها قبل الاكل او بعد الاكل مفيش مشكلة. طيب هنمشي عليها قد ايه؟ 3 شهور. الهيرتونيك ده 3 شهور. هو في عيب بسيط في الهيرتونيك، انه احيانا بيزود نمو الشعر في الجسم، ولكن دلوقتي البنات بتتجه انها بتشيل الشعر بالليزر، فما فيش مشاكل قوي في الحته دي. هو ده العيب الوحيد اللي فيه، ما بتعبش المعده، ما بيأثرش على الكبد، ما بتدخلش مع اي ادويه. ده النوع الاول مرتين في اليوم لمده 3 شهور. النوع الثاني الزيت، جيرلي اويل. ليه اخترت جيرلي ما اخترتش اي نوع ثاني، مع ان في انواع كتيره جدا من الزيت في الصيدليه؟ اولا هو في كل الزيوت الطبيعيه اللي انت محتاجاها، هندلك بيه فروه الراس مع كل تصفيف او مره واحده في اليوم لو انا عندي زيت بسرح بيه. الزيت ده سعره مناسب، سعره كويس، نتكلم في 95 جنيه، ده بالنسبه لاسعار الزيوت وحاجات الشعر بتبقى مكلفه جدا وغاليه، يبقى هو كفاءته عاليه وفي نفس الوقت سعره مناسب. حاجه الثالثه الهرباك بلس، ده بقى للناس اللي عندها صلع وراثي، او حد كان عنده ثعلبه، عنده تنيه حلقيه، عنده اي مشاكل حصل فيها ان الشعر اتنحل، بنستخدمه عشان الشعر يرجع تاني. او الرجاله اللي عندهم صلع وراثي، مشكله شهيره جدا، ولاد كتير بيقول لك انا نفسي اتجوز قبل ما شعري يصلع او شعره بدا يخف وعايز يرجع تاني، بيستخدم الكبسولات الفيتامينز وبيستخدم معاها الهيرباك بلس ده. او ست عندها شعرها خفيف جدا برضو تستخدم الهيرباك بلس اللي هو الماده الفعاله بتاعته مينوكسيديل، وخد بالك الدواء ده هيرجع الشعر وهيخليه اتقل. انت هتستخدمه مرتين في اليوم، 6 بخات بتدلك فروه الراس ما بين كل بخه وبخه وبتغطي الراس كلها بيه، 6 بخات تدليك لفروه الراس ما بين كل بخه وبخه بشكل دائري في اتجاه واحد. ولكن لما تيجي تبطل الهيرباك بلس لازم تبطله بالتدريج. المينوكسيديل من المواد الفعالة اللي انت لازم تستخدمه بحرص، مرتين في اليوم لمدة شهر ونص، بعد كده مرة في اليوم لمدة شهر ونص، ما ينفعش انك تبطله بشكل مفاجئ. زائد ان في بعض الناس بتتعب من المينوكسيديل، لما بترشه على راسها بيحصل نوع من انواع الدوخة، فبرضه في الاول نرشه بحرص عشان نشوف هل في اي اثار جانبية هتحصل ولا لا. طب ينفع للحية؟ يعني الناس بقى عندهم فراغات في دقنهم او لحيتهم خفيفة؟ طبعا ينفع، بنفس المنطق بنفس الجرعة بستخدم الهيرتونيك وبستخدم معاه الهيرباك بلس. اخر حاجة هتقولي طب استخدم شامبو ايه مناسب بالنسبة لي وانا بستحمى وانا باخد دش؟ ايه الشامبو اللي ما يعمليش تقصف؟ شامبو بانتين من الشامبوهات المميزة جدا، كفاءته عالية جدا، ومش اي شامبو بانتين، انا اخترت الصحي والنظيف. يعني لما تجيب نوع شامبو بانتين من الصيدليه اختار صحي ونظيف، لانه خفيف على الشعر، وفي نفس الوقت انا لو استخدمته مرتين في الاسبوع يوم او يوم لا مش هياثر عليا. وخد بالك ممنوع الصابون على الشعر، خدي بالك مفيش حاجه اسمها ان انا احط صابون على الشعر، هو الشامبو فقط. في انواع كتير جدا من الشامبو موجوده في السوق، لكن انا اخترت بانتين برضه عشان سعره مش مرتفع. طيب اخر حاجه، انا قلت لك روشته متكامله علشان مشاكل الشعر، من تقصف، من تساقط، من ضعف في النمو، من فراغات. اخر حاجه ممكن انصحك بيها انك تزودي في اكلك الخضار والفاكهه، خصوصا الخضروات، لان فيها فيتامين ه. فيتامين ه ممتاز جدا للشعر. لازم نتعامل مع الشعر بشكل فيه حرص، بشكل فيه تعامل كانك بتربي عيل صغير، لانه هو زي النبته زي النبات، لو انا زرعته واهتميت بيه هلاقي منتج وهلاقي حصاد في الاخر. ما ننساش، مهم جدا نعمل لايك ونكمل الفيديو للاخر عشان يوصلك اشعار لاي فيديو جديد احنا بننزله. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من خمسه لصحتك.